السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من جرائد نستهلها بأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: في العرب القطرية، الهتمي يعلن عن مفاجآت جديدة لقناة الكاس في أغلى الكؤوس، في استاد الدوحة القطرية أسد تقي، محمد بن همام تعرض لمؤامرة من أجل كرسي، محامي سيون السويسري، لهذه الأسباب فإن فرص ابن همام في المحكمة الفيدرالية ضعيفة جدا. مجد الخليفي كتب في استاد الدوحة: لست وحدك يا ابن همام. محمد علي المهندي كتب في الشرق: ابن همام بإذن الله براءة. الريان يعزز آماله بالفوز على نساف الأوزبكي ضمن المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا. عفيفة: حققنا فوزا غاليا. الأخوية: يحقق فوزا مهما على سبهان الإيراني في المجموعة الثالثة. بلال وليد: اشتقنا لأغلى الكؤوس. في الوطن العمانية: بعد الخسارة وديا 0-1، لوكوين: حققنا الهدف من مباراة أرسنال. في الرأي الأردنية: الأمير فيصل: مشاركتنا تشكل أكبر حضور أردني في الأولمبياد. في الأهرام المصرية: برادلي: التجربة العراقية فوائدها كثيرة وتحتاج لمزيد من العمل. في البيان الإماراتية: عبد الله حارب: السركال محظوظ وأنا الأقرب للرئاسة. عالميا: في الديلي ميل البريطانية: تشيلسي يتقدم برشلونة بهدف مقابل 0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. البلوز كسبوا التحدي الأكبر في تاريخهم وجيل العواجيز كلمة السر. في الصن البريطانية: دروغبا: تعلمنا الدرس ولم نسمح لهم بالتسجيل ويمكننا هز شباك فالديز في الكامب نو. ريتشارد ويليامز كتب في الغارديان: ما فعله الفيل الإيفواري في البارسا يتجاوز حدود الثأر. في سبورت الإسبانية: العارضة والقائم يتألقان ويحرمان البارسا من 9 أهداف في 9 مباريات بدور الأبطال. في فقرة غريب عجيب: شرطة ميونخ تبحث عن سارق حذاء رونالدو. رفع ريان والأخوية من حظوظهما في التأهل إلى دور 16 مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما تمكن الأول من تحقيق الفوز على نساف الأوزبكي في طشقن بهدف وحيد، فيما نجح الثاني في إدراك فوز متأخر بقدم بكاري كوني على سبهان أصفهان الإيراني. عالميا: جريدة ساد الدوحة تسلط الضوء على قضية رئيس الاتحاد الآسيوي الموقوف محمد بن همام وحوارات مع شخصيات تؤكد المظلومية التي تعرض لها الرجل مع التمنيات بتبرئته، في وقت كشف محامي فريق سيون السويسري الذي اشتهر بقضية المصري عصام الحضري عن صعوبة اتخاذ محكمة الكاس قرار بتبرئة ابن همام في دوري الأبطال. فعلها تشيلسي، تقدم على برشلونة المنحوس بهدف نظيف. نبدأ جولتنا المحلية من شبكة قنوات الدوري والكأس، حيث عقد السيد عيسى بن عبد الله الهتمي مدير الشبكة صباح أمس مؤتمرا صحفيا للإعلان رسميا عن الجديد الذي ستقدمه القناة في بطولتي كأس سمو الأمير وكأس سمو ولي العهد. الهتمي أكد أن البطولتين هامتان جدا للجميع، لذلك هناك حرص شديد من القناة على الظهور بشكل مختلف. البث سيكون خلال منافسات البطولتين، وهناك برامج منوعة وترفيهية ورياضية وتحليلية وتكتيكية وتحكيمية وتسجيلية، بالإضافة إلى برامج المسابقات، وذلك من أجل إرضاء جميع الأذواق. أغلى الكؤوس لها طعم خاص واهتمام كبير لدى الجماهير، ولذلك هناك حرص شديد وعمل جاد في قنوات الكأس على أن تخرج أغلى الكؤوس بشكل مختلف عن السنوات الماضية. سيتم نقل المباريات عن طريق 30 كاميرا من أفضل وأجود النوعيات في العالم، سيتم استخدامها للمرة الأولى في الخليج والوطن العربي، وسيتم استخدام 5 كاميرات خلف كل مرمى،
ونعد بأن يشاهد جمهور قناة الدوري والكأس شيئا جديدا ومختلفا هذا الموسم. إلى كرة الصالة، حيث حسم فريق السد لقب دوري المحترفين لهذا الموسم بعد أن نجح في تحقيق الفوز على الوكرة في الأسبوع قبل الأخير بخمسة أهداف للا شيء، ليرفع رصيده من النقاط إلى 51 نقطة، يفارق 6 نقاط عن أقرب منافسي فريق الخور الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب. وقبل مرحلة واحدة من نهاية بطولة الدوري، محمد عيسى الكبيسي مدرب السد تحدث عن حسم فريقه للقب بطولة الدوري، وقال: قدمنا مباريات متميزة والجماعية سر تفوقنا. حصول فريقي على اللقب يعتبر بمثابة الإنجاز للفريق والجهاز الفني، حيث إن المنافسة كانت قوية وشرسة من جانب الجميع، ونجحنا في تقديم أداء جيد على مدار الموسم أمام أندية تملك العديد من الأسماء سواء على صعيد اللاعبين أو المدربين. السر في فوز فريقنا باللقب يعود إلى الروح القتالية التي لعب بها الفريق على مدار الموسم، وأيضا إلى الجماعية في الأداء، وأيضا روح الحب التي تسود بين أفراد الفريق سواء لاعبين أو جهازين فني وإداري. طموحات السد لن تتوقف هنا، فمن المؤكد أننا سنبدأ التخطيط من الآن للبطولات القادمة سواء القارية عن طريق بطولة الأندية الآسيوية أو كأس الاتحاد وبطولة السوبر هذا الموسم. قالت جريدة استاد الدوحة أن الرئيس الموقوف للاتحاد الآسيوي لكرة القدم سعادة محمد بن همام يعتبر ما يجري الآن من قبل المحكمة الرياضية الدولية كاس ليس سوى إجراء بروتوكولي موجود ضمن مخططه برحلة بحثه عن تبرئة ساحته من المؤامرة التي حيكت ضد بإيقافه مدى الحياة. الجريدة سألت عددا من الشخصيات حول القضية، ومنهم الكويتي أسد تقي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي سابقا الذي وصف بن همام بالإنسان الشريف والنظيف. تقي لا يستبعد أن يقف رئيس الاتحاد الدولي وراء هذا الأمر، لأنه لا يهمه إلا الكرسي ومن بعده الطوفان. أنا متأكد من براءة ابن همام من هذه القضية تماما، وأنا صراحة أتمنى أن يكون حكم المحكمة الرياضية في صالح محمد ابن همام، لكنني لا أثق كثيرا في محكمة الكاس بسبب التدخلات من البعض، وقد أبلغت ابن همام بهذا الموضوع، وإن حدث ما نخشى منه فإن الفرصة قائمة في المحكمة الفيدرالية السويسرية التي أعتقد أن الحق سيكون موجودا فيها. فجر ألكسندر زين روفنين مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن ابن همام ارتكب خطأ فادحا باللجوء للمحكمة الرياضية كاس في لوزان، كان الأفضل له أن يتوجه مباشرة لمقاضاة الفيفا في المحاكم المدنية السويسرية. روفنين أشار في حديث مع جريدة السد الدوحة إلى أن حظوظ ابن همام تكاد تكون معدومة في الحكم الذي سيصدر عن المحكمة الرياضية، فيما فرصته أيضا ضعيفة أمام المحكمة المدنية لأسباب وحيثيات قانونية. وللتذكير، هذا هو المحامي الخاص بنادي سيون السويسري. حظوظه ضئيلة للغاية، لأن ابن همام أخطأ خطأ فادحا منذ البداية، وكان يتعين عليه بعد الاستئناف في الفيفا ألا يلجأ للمحكمة الرياضية في لوزان، بل كان عليه أن يلجأ للقضاء المدني السويسري، وفي هذه الحالة وقبل أن يذهب للمحكمة الفيدرالية في زيورخ كان سيصبح أمامه ثلاثة مراحل من التقاضي يستطيع فيها أن يثبت كل ما لديه ويقدم دفوعه ويطلب شهودا بحرية أكبر وبمن فيهم بلاتر نفسه. وإن لم ينجح في المرحلة الأولى من التقاضي كان سيذهب إلى ثاني درجة ثم إلى المحكمة الفيدرالية العليا، وفي كل الأحوال كان سيصبح الأمر مختلفا إذا ما ذهب ابن همام بالتماس للفيدرالية العليا بعد مرحلتي التقاضي في المحاكم السويسرية الأقل درجة، وليس كونه قادما من المحكمة الرياضية. الفيفا يشعر بالانزعاج في حال توجه أي شخص إلى المحكمة المدنية السويسرية.
نواصل نشر ما جاء على لسان محامي نادي سيون السويسري في جريدة سادو حروف، لأن أكد أنه في حالة ابن همام القادمة قضيته من محكمة الكاس تكون سلطة المحكمة الفيدرالية في هذه الحالة محدودة جدا على قرارات المحكمة الرياضية، ولا يكون قرار المحكمة الفيدرالية مختلفا إلا في حالات استثنائية. روفنن قال في هذا الإطار إذا كانت القضية المعروضة على المحكمة الفيدرالية قادمة من المحاكم المدنية السويسرية فإن الأمر يختلف تماما وتكون سلطات المحكمة الفيدرالية أكبر بكثير. لو خسر ابن همام أمام المحكمة الرياضية وانتقل للمحكمة الفيدرالية السويسرية فإنه لن يكون بمقدوره في هذه الحالة التقدم بدفوع جديدة أو مستندات جديدة. وأكرر من جديد أن المسؤولين الأشخاص لا يوقعون على بند يجبرهم على الذهاب للكأس على عكس الأندية التي هي شركات وتوقع على هذا البند الملزم. ومثل هذه القضايا التي تنطوي على رشوة وفساد فإن القاضي المدني في سويسرا يكون لديه سلطات أوسع حتى على مسؤولي فيفا، وكان سيصبح لابن همام فرصة أكبر في المثول أمام المحكمة المدنية والتحدث شخصيا لهيئة المحكمة. ولذلك لا أعرف حقيقة لماذا ذهب ابن همام إلى المحكمة الرياضية ولم يذهب للقضاء السويسري المدني مباشرة. رئيس تحرير جريدة السادة الدوحة ماجد الخليفي جدد دعمه لمحمد بن همام وتوجه إليه برسالة ضمنها معاني إنسانية عميقة متطرقا فيها الخليفي إلى شخص بن همام ومعدنه الأصيل. الخليفي توجه لابن همام بالقول: أنت تعرف أن دعم المسؤولين لك نابع من قناعة قيادتنا الرشيدة بأهمية وقيمة دعم أبناء بلدنا الذين يشقون طريقهم بثقة واقتدار في هذا المجال أو ذاك، ومن المجال الرياضي الذي نجحت فيه أنت. الكل ينتظر قرار محكمة الكاس في الاستئناف المرفوع من قبلك ضد الحكم الجائر بحقك، فإذا قضى القرار ببراءتك فخير وبركة، وإذا لم يكن كذلك سواء برفض الإيقاف أو تخفيفه فهذا لا يعني لنا شيئا، لا سيما أننا بحكم متابعتنا قد سمعنا ثمة تلميحات بتخفيف عقوبتك، وأعلم أنك أكبر من حكم الكاس أو حكم الفيفا الجائر. كما عليك أن تعلم أن هناك الكثير من الحاقدين والمتربصين الذين ينتظرون هذه العقوبة بحقك ويترقبون الكلمة التي ستقولها المحكمة. وقد لاحظت كإعلامي ومراقب أنه حتى من كنت تعتقد أنهم زملاء عمل وأصدقاء لك قد تنكروا وسعوا للأسف إلى محاولة نسف كل ما شيدته لقارتك ولأبناء جلدتك، بل إنهم حتى يحاولون إزالة اسمك من الكثير من المعالم والشواهد الحية التي تذكرهم بك، ومن بينها ما يتعلق بمنظومتها الاحترافية ومسابقاتها، ومن بينها إطلاق مسابقة دوري أبطال آسيا. وفي مواكبة لهذا الموضوع نذهب عبر الأقمار الصناعية إلى لوزان، حيث موفدنا إلى هناك عيسى الطيبي لكي يخبرنا عن آخر التطورات في قضية محمد بن همام من أمام محكمة الكاس الرياضية. تفضل عيسى، ما الجديد لديك؟ مرحبا أخي جاسم. الحقيقة أن الجلسة لا تزال مغلقة. التطورات التي شهدناها اليوم وأؤكدها مرة ثانية وهي وصول شاهدان من الكاريب إلى المحاكمة، كذلك وصول أدلة جديدة، والملاحظة أننا قبل المباشر بدقائق وصلت أكثر من تقريبا من 5 شاحنات لشركة البريد السريع DHL، ووصلت إلى باب المحكمة وقدمت مجموعة من الطرود البريدية ربما تتضمن وثائق وأدلة. كذلك من التطورات الأخرى، محامي بن همام أكد بأنه سيدلي بتصريح اليوم. رئيس المحكمة بدوره قال بأنه سيلقي بيان يحدد المحددات الأولى لموعد إصدار القرار، ولكن القرار بالتأكيد كما اتفقت أو صرح جميع الأطراف لن يصدر اليوم. ولكن في خضم هذه التطورات معي الزميل الصحفي النمساوي أليكس شولر الذي سنناقش معه هذه التطورات اليوم. أليكس، do you expect today we can see a new resolution for Hammam case?
No, definitely not. Today there will be made no decision, there will be no sentence. It's a question of months, not even of days. We saw yesterday when they were bringing in tons of papers, tons of evidence, they have witnesses. سألت أليكس هل من الممكن أن نتوقع صدور قرار اليوم من خلال متابعته للمجريات؟ قال بأنه لن يتوقع ذلك، فوصول شاهد بالأمس ووصول كمية كبيرة من الوثائق ستؤدي إلى تأجيل القضية، وكذلك ستؤدي إلى البحث عن المزيد من 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 المعلومات التي قد يتوصل إليها القضاء. أليكس، what do you think in the position of Ben Hammam lawyers? Do you think they are in solid situation right now? As far as we hear from the off record, yes, they are in a very strong position. Also, the FIFA, as we heard, paid a lot of money. It's talking about $10 million for a private company to find evidence against Mr. Hammam. Called consultants. Yep. So we will see. No. As far as we know, the position of the lawyers of Mr. Hammam is very good in the moment. Excellent. سألت أليكس هل موقف دفاع بن همام في موقف صلب الآن في هذه المحاكمة؟ قال أجاب بأن من خلال ما يتوقع من هذه الوقائع ومن خلال هذه التسريبات يتوقع بأن محامي بن همام في موقف قوي، لذلك لجأت الفيفا أو الغطاء الذي يتدفر به سير بلاتر إلى استئجار شركة خاصة تسمى كولينز أند كولينز، وقامت بدفع مبلغ 10 ملايين دولار من أجل استقصاء والبحث عن وثائق تدين بن همام. أليكس، in the next weeks or next days, do you think something changed in term of the court and sport regarding the story case of Ben Hammam? I don't think that there will change in the next days. In months, yes. And in the middle future, okay. Yeah, there will be a big change. This case will change definitely the whole framework of FIFA. Excellent. سألت أليكس هل يتوقع أن يتم تغيير ما في المحكمة أو في علاقة المحكمة بالفيفا من خلال قضية بن همام خلال الأسابيع القادمة؟ قال بأن ما حدث من قضية بن همام فتحت ملاحظات كثيرة على مستقبل الفيفا، وبالتالي يتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدا من التطورات. نعم. عيسى طيبي، موفد قناة الكاس إلى مدينة لوزان السويسرية، شكرا جزيلا لك. وفي نفس الإطار الحديث أكثر عن موضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الأستاذ ماجد الخليفي، رئيس تحرير جريدة الساد الدوحة. أبو محمد، بداية أهلا بك. ركزت في مقالك الأخير على الجانب الإنساني لبن همام، هل هو من باب تطييب الخواطر بعد فقدان الأمل؟ بداية أشكرك جزيل الشكر وأشكر الغناء على التغطية المستحقة للرجل القطري اللي هو محمد بن همام، يستحق هذه التغطية وهذه المتابعة. مقصرين في حقه. هي رسالتي ليست هي شجون وعواطف بصفة محمد بن همام كقطري، لكن هي كلمة حق. نعرف أن الحكم اللي صادر حقه حكم جار. فقط تهمة محمد بن همام أن طلب أنه يترشح لرئاسة الاتحاد الدولي، واعتقد انه وضع يده على عش الدبور اذا جاز التعبير، والصقوا فيه تهمه باطله. انا اعتقد ان الفيفا الان يعني شكل ما سمعنا الصحفي الان اللي امام المحكمه يقول بعد ما استشعروا خطوره محمد بن همام اجروا مكاتب دفعوا ملايين على اساس يثبتون التهمه على محمد بن همام. محمد بن همام يفترض ان تكون محكمته في مارس، طلب الفيفا تاجيلها الى جون، فالكاس وضعوا حل وسط الى اليوم يعني. فمحمد همام صراحه في موقف صلب، يعني ارضيه يقف على ارضيه صلبه، لكن يجب ان نفهم ان الكاس اعتقد برايي المتواضع ومتابعتي يعني للحيثيات ان 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 اقل حاجه الكاس على الاقل ممكن تخفف العقوبه من مدى الحياه الى بضع سنوات، سنتين او ثلاثه او اربع سنوات. انا اعتقد هذا المتوقع، واكيد ان الحكم مش حيصدر اليوم، الحكم يحتاج الى مداولات، وخاصه سمعنا الشخص انه جاي اطناه من الوثائق تحتاج الى متابعه،
فأعتقد ممكن الحكم يصدر بعد شهر على الأقل. محامي سيونا السويسري روفنين قال حظوظ بن همام تكاد تكون معدومة في الحكم الذي سيصدر من محكمة الكاس وحتى في الفيدرالية أيضا أبو محمد. حظوظه أيضا غير كبيرة. نعم لأن أنا أعتقد هم عندهم شهود وعندهم يعني على كلامهم أن في هناك مستندات تدين محمد بن همام في ما يسمى برشوة بعض أعضاء الكاريبي، فممكن هذه يستند لها محكمة الكاس. لكن ايضا انا قريت ايضا المحامي السويسري روفنين اللي عاملين احنا معاه مقابله في استاد دوحه، يقول ان محمد همام ايضا اخطا عندما لم يستأنف في 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 الفيفا. انا اعتقد ان محمد همام خير ما عمل انه على طول استأنف في الكاس، لان الفيفا كيف يستأنف عندهم هم القاضي والجلاد في نفس الوقت. نتحدث عن المحكمه المدنيه ابو محمد. هي المحكمه المدنيه الفدراليه هي اكبر محكمه في سويسرا بصفتها أنها هي أكبر من محكمة الكأس، فأنا أعتقد أن المحكمة الفيدرالية إذا جاءت كل الأوراق والمستندات من الكأس أنا ما أعتقد يعني أن يعني تزيد على 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 الكأس أو تخفف العقوبة اللي تصدرها الكأس. فقط تقليل العقوبة فقط من مدى الحياة إلى بضع سنوات؟ أنا توقعاتي كذا أن العقوبة، لأن العقوبة صراحة ظالمة جدا يعني فيها إجحاف. إيش مدى الحياة يعني؟ أوكي وقف على الأقل دوليا، لكن ممكن دولة قطر تحتاج هذا الشخص القطري أو الرجل القطري في مجال الرياضي داخل قطر. فأنا أعتقد ممكن فقط أن العقوبة يتم تخفيفها من مدى الحياة إلى بضع سنوات إذا جاز التعبير. إن شاء الله منصور أبو جاسم بإذن الله. الأستاذ ماجد الخليفي رئيس تحرير جريدة استاد الدوحة، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. إلى الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا التي ابتسمت بالأمس لفريقي الريان والأخوية. بطل دوري النجوم فاز على سبهان هنا في الدوحة بهدف يتيم، من جاء فوز رهيب خارج أرضه على فريق نساف الأوزبكي بنفس النتيجة. الريان أنعش أماله في التأهل إلى المرحلة الثانية، ولعب عبد الله طالب عفيفة قال إن الفريق قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز الذي تحقق والذي يعتبر مهما جدا في هذه المرحلة، خاصة أنه جاء خارج الأرض. واجهنا خصما صعبا لعب وسط قاعدته الجماهيرية وفي ملعبه، ولذلك فقد كان الحذر هو عنوان المباراة، وقد نجحنا في التصدي للضغط الكبير الذي مارسه علينا حتى سنحت لنا الفرصة لتحقيق الفوز. الفوز سيكون له مردود إيجابي خلال الفترة المقبلة، ولكن الفريق سيطوي صفحة دوري أبطال آسيا بمجرد الوصول للدوحة ليفكر في مباراته المهمة في نصف نهائي كأس سمو ولي العهد، والتي ستجمعه مع الجيش، وهي مباراة تكتسب أيضا أهمية كبيرة بالنسبة للفريق الذي يرغب في الفوز بأغلى الكؤوس. أنصفت الدقيقة الأخيرة فريق الأخوية بعد أن خذلت في مباراتين عندما نجح البديل المتألق بكاري كوني من تسجيل هدف الفوز الوحيد بالدقيقة 90 في شباك سبهان الإيراني في المباراة التي جرت أمس في استاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات المجموعة الثالثة. الأخوية رفع رصيده إلى 6 نقاط ليكون أحد أطراف المنافسة في مجموعته، وجدد بقوة طموحاته للسباق في القبض على إحدى بطاقتي التأهل للدور المقبل. بلال وليد الهتمي من السر العام بنادي الأخوية رئيس جهاز الكرة وصف الفوز بالمهم للغاية نظرا لصعوبة موقف الفريق في الأسيوية بعد الخسارة في المباراتين السابقتين. الحمد لله حالفنا التوفيق في الدقائق الأخيرة بعد مباراة عصيبة شهدت هجمة هنا وأخرى هناك، وبشكل عام نحن راضون تمام الرضا عن النتيجة، وأعتقد أن هذا الفوز سيكون له تأثير معنوي وإيجابي علينا لاستكمال المسيرة في البطولة الآسيوية وأيضا تقديم الأفضل في أغلى الكؤوس. فالمنافسة على صدارة المجموعة والتأهل الآن بات حقا مشروعا، ونحن نعطي لكل مباراة أهميتها ونسير خطوة بخطوة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباريات المقبلة. لا وقت للاحتفالات الآن على الإطلاق، فأمامنا تحديات صعبة قادمة، خاصة أغلى الكؤوس التي أصبحنا مشتاقين للتتويج بها كثيرا.
وفي متابعة نتائج الأندية القطرية في دوري الأبطال الآسيوي نستقبل في الاستديو الأستاذ صبحي عبد السلام الصحفي بجريدة الوطن القطرية. أهلا بك أستاذ صبحي. يا سمو أهلا وسهلا. يا مرحبا. عودة ناجحة للريان الأخوية في دوري الأبطال الآسيوي، إلى أي مدى، خلينا نتكلم عن الريان في البداية، مدى ترى حظوظه مرتفعة في التأهل خاصة بعد الفوز على النساف هناك في أرضه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يمكن كنا تكلمنا قبل كده وقلنا ان الريان شارك في اكتر من نسخه في الفتره الاخيره، لكنه كان بيفتقد للشخصيه الاسيويه يا جاسم. انا اعتقد بعد المباراه الرائعه اللي عملها امس وكسب خارج الارض، ودي الثقافه اللي احنا دايما بنطالب بها بنقول لابد تكون موجوده عند جميع الفرق القطريه اللي بتتمنى الدخول في المنافسه. ما فعله الريان بالامس يؤهله عن جداره لاحتلال الوصافه ان شاء الله والحصول على البطاقه الثانيه بعد ما اعتقد الفريق الاماراتي فريق الجزيره حسم البطاقه الاولى تقريبا. فانا بقول ان الريان بقى عنده حظوظ كبيره، خصوصا ان الفوز خارج الارض مش بس زاد من رصيد الريان لانه كمان اسقط الفريق الاخر على ارض وسط جماهيره، فهتكون الفرصه قويه ان شاء الله لان الريان عنده مباراه في الدوحه، لو قدر يكسب المباراه دي هيرفع رصيده لتسع بند، هيبقى سهل جدا جدا يحسم البطاقه الثانيه. من رسخ فيهم الشخصيه الاسيويه؟ اجويري المدرب؟ والله هو انا يعني انا عايزين نقول ان اجويري تعب وعمل شغل كويس جدا مع الفريق، ولكن اجويري بيحصد ما زرعه باولو اتوري. يعني اتوري قعد ثلاث سنوات تقريبا كان التصريح الوحيد اللي دايما على لسانه انا ببني مستقبل وفريق للريان. يعني استلم اجويري الفريق جاهز؟ استلم الفريق جاهز، وكان في اضافات مهمه جدا زي تباتا وزي افونسو، طبعا لاعبين رائعين فرقوا كتير مع الريان، بالاضافه لمجموعه اللاعبين صغار السن. يعني الريان لو تلاحظ الفريق الوحيد اللي ارتفع مستواه بشكل ملحوظ، ولو دورنا على السبب هنلاقي مجموعه اللاعبين المواطنين اللي قدر الريان يخرجهم في الفتره الاخيره اللي هم في الاصل ابناء باولو اتوري زي عبد الله عفيفه وزي مراد ناجي وزي غيرهم من اللاعبين الاكفاء وزي حمد العبيدي وسيف الكربي محمد صلاح النيل، عنده مجموعه كبيره من اللاعبين اعتقد هيكونوا ذخائر لمنتخبات قطر ان شاء الله في الفتره الجايه. العوامل دي كلها اتحدت مع بعض مع مدرب من وجهه نظري طموح جدا في اول تجربه له خارج بلاده اورجواي، فهو كان بيدور اكيد على حلم او شخصيه بالنسبه له كمدرب في شغله الخارجي. هذه الشخصيه وجدها مع الريان، والريان ايضا استطيع القول انه وجد نفسه مع اجويري خلال فتره زمنيه قصيره جدا لانه حقق نتائج باهره من بدايه الموسم جاسم، وقدر ان هو يثبت اقدامه في المربع الذهبي وتاهل لبطوله كاس ولي العهد، وبالامس يضرب ضربه قويه جدا في البطوله الاسيويه يؤكد انه كان الوقت اللي كان بيفتقد فيه الانتصارات والشخصيه الاسيويه زي ما قلنا اصبحت موجوده في الريان، وانا شايف ان الريان لا يقل عن السد والاخويا ايضا لا يقل عن السد، واحدهما ان شاء الله يستطيع انه ينافس بقوه على اللقب. تباتا مواصل التالق، يعني نقل تميزه المحلي الى الاسيوي ايضا. هو تباتا لعيب متميز جدا، لعيب رائع جدا، هو المرشح الاول والاوحد للحصول على لقب افضل لاعب في دوري المحترفين هذا الموسم، هو لعيب اضاف كتير جدا للريان، ولو جينا عملنا ربط كده بين الانتصارين لاخويا بين الانتصار الريان هنلاقي ان هم تحققوا عن طريق اللاعبين العباقره اللي عندهم مهارات خاصه جدا اللي عندهم حلول هجوميه سواء بكاري كونيه او تباتا، وما فعله تباتا بالامس ليس جديدا عليه، وكان يستطيع ان يسجل بالمناسبه اكثر من مره لان احنا شفنا الريان اهدر الكثير من الفرص والفرص السهله ايضا، لكن بنقول الريان اجدته مبروك وان شاء الله عقبال الفوز اللي جاي ونضمن تاهل ان شاء الله للدور ال 16. المباراه المقبله مع الاستقلال في طهران حضور 100,000 متفرج متوقعين، يعني ماذا سيفعل الرهيب؟ والله لو 120,000 لو اللاعبين تسلحوا بعنصر الثقه والروح القتاليه العاليه اللي كانت موجوده والمدرب امن بقدرات لاعبيه واللاعبين امنوا بقدرتهم واستطاعتهم ان هم يحققوا نتيجه جيده كما حدث بالامس، يعني النساف الاوزبكي على ملعبه ما هوش برضه صعب، فريق ما هوش سهل، فريق صعب جدا، خلاص زي ما قلت لك حطوا رجليهم اكتسبوا جزء كبير من الثقه، اصبح الريان عنده رؤيه عنده نظر يقدر يحدد مواطن القوه والضعف عند الفريق. بس اوزبكستان غير ايران صبحي. بغض النظر الفوز يعطيك دفعه معنويه، انا بقول دايما ان الفوز بيجلب انتصار والهزيمه دايما بتجر وراها هزيمه، فلازم الريان يقف عند مباراه الامس ويحقق منها استفاده كبيره علشان يقدر ان شاء الله يعود ايضا بثلاث نقاط مهمه، ولو عاد بنقطه على فكره نقطه تعادل انا اعتقد انها تكون تعادل بطعم الفوز، وانا شخصيا متفائل بمسيره الريان ان شاء الله. من الريان الى الاخويه، كيف وجدتهم امس وهذا الفوز؟ خلينا نقول في الدقائق الاخيره. والله تقريبا يعني هم اذاقوهم من نفس الكاس، تعرضوا لنفس اللدغه في مباراتين على التوالي وخسروا في الثواني الاخيره، سبحان الله وكأن القدر بيصالح لاخويا وبيردها له من نفس المنطق وامام نفس الفريق. لكن قبل ما نتكلم في نواحي فنيه او نخوض في المباراه، يعني انا بسال جمال بالماضي المدرب الجزائري الشاب الطموح الرائع جدا اللي قدم مستويات هايله، لكن انا شخصيا مش فاهم انه يقعد بكاري كونيه لعيب بحجم بكاري كونيه يمكن في اكتر من مباراه على دكه البدلاء، مساله صعبه جدا. بكاري كونيه نزل غير مجريات المباراه،
قلب المباراة تماما بعد ما شفنا في الأول شوط ضعيف من الأخوية، شفنا شوط قوي جدا، شفنا كان بيوصل الفريق بسرعة لمنتصف ملعب الفريق المنافس وقدر أن يحط هدف من وجهة نظر عالمي، لأن مش بس هو اللي شارك في الهدف، كان معاه اثنين، لا يمكن محمد رزاق يدرس هدف جميل بالضبط، هدف أكثر من جملة تكتيكية عالية جدا، أنا بعتبره أفضل هدف هذا الموسم سواء في الأسيوية بالنسبة للاعبين أو حتى على مستوى البطولات المحلية، هو هدف يدرس وأيضا الموقف يدرس. هل جمال بالماضي اضطر يقعد بكاري كونيل لأنه مش جاهز بدنيا؟ لا، هو جاهز بنسبة 100%، احنا شفنا بالأمس هو ماكينة جوه الملعب بيجري طول الوقت بيغير، ما شاء الله حين بتحسده حين. أنا بحسده أنه لعيب متكامل، لعيب هاي الرائع لا إله إلا الله من مكاسب محمد رسول الله لا طبعا مش بكسبها، يعني بالعكس أنا سعيد بالمستوى اللي هو ظهر عليه، ولكن زي ما قلت بطرح تساؤل، هل من الناحية الفنية جمال بالماضي كان له وجهة نظر أخرى؟ احنا شفنا التغييرات اللي تمت في الشوط الثاني تقريبا غيرت مجرى المباراة بنزول محمد رزاق وبنزول بكاري وكونيه، وكانوا هم مفتاح السر ومفتاح الفوز للأخوية بالأمس. الأخوية أشرب سبهان من نفس الكاس، ما أنا قلت لك في البداية لأنه قدام نفس الفريق وفي نفس الجولة الماضية، سبحان الله بقولك القدر بيرد للأخوية، لأن الأخوية اجتهد ربما ما قدرش برضو يحدد بقوة شخصيته الأسيوية زي ما قدر يثبتها ويظهرها جيدا في المباريات المحلية، ولكن هذا الفوز هيحقق طفرة كبيرة جدا للفريق، هيديله ثقة كبيرة هيدعمه إن شاء الله قبل الدخول في آخر مباراتين في التصفيات. أبقى معنا أستاذ صبحي، هنتواصل معك. نذهب إلى خالد السعدي الكاتب بجريدة الشرق، تحدث عن نتائج الفرق القطرية في دوري أبطال آسيا. السعدي تناول تعادل الغرافة والسقوط المتكرر للعربي أسيويا وقال مغامرة تنتهي وأخرى تنتعش. انتهت مغامرة العربي في دور الأبطال، وللأسف كان ذلك متوقعا من الأداء الباهت للفريق في أغلب المباريات وما قدمه في الفترة الماضية سواء في بطولة الدوري أو المشوار الآسيوي، كان متوقعا بعد أن مني بثلاث خسائر ثم جاءت الخسارة الرابعة يوم أمس الأول أمام بختاكور لتبعده رسميا عن المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور التالي، وبقي أمامه مباراتان هما تحصيل حاصل قبل أن يودع الآسيوية. مستوى الغرافة وما قدمه يثبت أن الفريق يمتلك حلولا كثيرة ولاعبين موهوبين، ولكن حتى الآن ما زلت أرى بأن سيلاس لم يتأقلم بشكل جيد مع الفريق، ولا نعلم هل هو الشخص المناسب للمرحلة القادمة أم إن لإدارة الغرافة رؤية أخرى وتوجهات مغايرة. أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو أستاذ صبحي عبد السلام. أستاذ صبحي، تقييمك للمشاركة القطرية بدوري الأبطال، نتكلم الفرق الأربعة. يمكن إحنا في بداية المشوار المشاركة ما كانتش مشجعة بالمرة، تلقينا مجموعة من الخسائر حتى على مستوى الجولة الثالثة. أنا بقول دلوقتي إحنا نسبة مشاركتنا مرضية بنسبة 50% ليس أكثر، لأن أنت ما زلت في دور ال 32، عندنا طموحات للتأهل دور ال 16، يمكن في وقت مبكر إن إحنا نحكم على التجربة في الوقت الحالي، خصوصا إن عندنا فرقتين أو ثلاثة إن شاء الله مؤهلين للتأهل إلى الدور الثاني، ساعتها يكون الكلام له مغزى أكتر، لكن أنا بقول إن أفضل مشاركة فيهم بتأتي للريان إلى هذه الدرجة، الريان حقق انتصارات كبيرة، حقق نتائج كويسة، عنده 6 نقاط، قدر يطمس شخصية الريان القديمة في الآسيوية، دايما الريان كان بيسلم وبيرفع الريان بدا من الجولات الأولى. من الجولات الأولى ووصوله لدور الدوري للمجموعات أعتقد أهم المكاسب بالإضافة للنتائج اللي حققها. الأخوية زي ما قلنا مش عايزين نقول إن الأخوية مش عايزين نقصوا عليه، الأخوية كان يقدر يحقق نتائج أفضل، الأخوية تسرق منه 6 نقاط في توقيت صعب جدا في المباراتين السابقتين، ولكن هو أيضا مازال فريق وليد برغم الإمكانيات الضخمة جدا اللي عند لاعبيه، لكن هم كمجموعة كان بينقصهم بعض الوقت علشان يحصل عندهم نوع من أنواع الانسجام اللي يحقق لهم النتائج الإيجابية. أما بالنسبة مثلا لفريق الغرافة، الغرافة بيحافظ على نفس الريتم بتاعه، الغرافة لم يقدم جديد هذا الموسم في دوري أبطال آسيا، وأنا ربما أكون مش متفائل بدرجة كبيرة بغض النظر يعني هو بيكمل سلسلة نتائجه في آخر 3-4 مواسم في الأسيوية، ما عملش الطفرة اللي كنا بننتظرها. العربي أنا مش أنا شخصيا خيب كل الأمل، أنا خيب كل الأمل، وبعدين جاسب لو تفتكر إحنا في فترة من فترات قلنا لابد نراجع حساباتنا ونعيد حساباتنا في مشاركة العربي، هي المسألة مش استعراض عضلات، العربي كان في مستوى هزيل جدا، مستوى ضعيف جدا، بعيد عن المستوى المحلي، ما روحش أخده من الدار للنار زي ما بيقولوا وأقول له روح العب في الأسيوية، المسألة كانت صعبة، إدارة العربي كان ممكن تتراجع، يعني الخيبة من العربي كانت متوقعة؟
متوقعة إذا كانت موجودة على مستوى المحلي نفس النتائج السلبية الهزيلة، مستوى المتواضع، تغيير المدربين، عدم استقرار، مشاكل مستمرة، موسم غير مستقر، أنا أقول إن العربي كان بعيد، ومشاركة العربي في البطولة هذا الموسم أعتقد من وجهة نظري كانت قرار خاطئ. أستاذ صبحي عبد السلام صاحب جريدة الوطن القطرية، شكرا جزيلا لك على كل شيء. شكرا لك. سامي الجابر مدير عام كرة القدم بالهلال قال أن الفوز الذي حققه فريق على الشباب الإماراتي كان مهما رغم أن الأداء لم يكن جيدا. الجابر قال أيضا جميع العوامل لم تساعدنا سواء في التركيز أو الروح أو القتالية، ولكن المكسب الوحيد والأهم الذي خرجنا به هو تحقيق الثلاث نقاط. أقول لجماهير الهلال رسالتكم وصلت، خصوصا أن الجميع شاهد أننا نلعب مباراة مهمة في دوري أبطال آسيا، كان الحضور 2000 مشجع فقط في الوقت الذي كنا نحتاج فيه إلى 20,000 مشجع. وأؤكد أن رسالتهم وصلت ونحن نعتذر لهم ونقول سنجعلكم تحضرون في نهاية الموسم وأنتم سعداء بإذن الله. أعتقد أن المدرب هاشك هو فرد من ضمن مجموعة ولا يتحمل الخطأ لوحده، فنحن جميعا لدينا أخطاء في الفريق سواء إدارية أو فنية أو طبية وحتى من اللاعبين، ولذلك إن تحميل شخص واحد المسؤولية يعتبر خطأ جسيما لأننا نخطئ جميعا ولكن بدرجات متفاوتة. في هذا الوقت تحديدا نتمنى أن نخرج بأقل الخسائر، وأعتقد أن الهلال قادر على العودة. خسر المنتخب الأولمبي العماني تجربته الودية الوحيدة التي خاضها خلال معسكره المقام في لندن قبل المواجهة التي تجمعها أمام السنغال في الملحق الأولمبي الأخير يوم 23 من أبريل الحالي. الخسارة جاءت أمام فريق رديف الأرسنال بهدف وحيد، وقد أبدى الفرنسي بول لغوين المدير الفني الأحمر الأولمبي رضاه عن التجربة الودية. الهدف من المباراة تحقق والتجربة كانت مفيدة جدا، حيث لعبنا مع فريق محترف ومتجانس يلعب لاعبوه فترة طويلة مع بعضهم، كما مثلت لنا المباراة فرصة للوقوف على عدد من اللاعبين الذين قدموا عرضا يشكرون عليه، وهذا يطمئننا كجهاز فني قبل لقاء السنغال. اعترف الأمريكي أو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية رفع صباح أمس علم دورة الألعاب الأولمبية في الاحتفال الذي أقامته السفارة البريطانية بعمان. الأمير فيصل أكد أن مشاركة الأردن في دورة الألعاب الأولمبية بلندن هي الأكبر في تاريخ المشاركة الأردنية بعد تأهل 5 لاعبين، لافتا إلى وجود فرصة لتأهل 2 من أبطال المصارعة اللحاق بدرب اللاعبين المتأهلين. نحن سعداء بالمشاركة وبالتواجد في هذه التظاهرة العالمية الكبرى، وقد وضعت البرنامج التدريبي لإعداد اللاعبين المتأهلين بما يسهم في تقديم أفضل ما عندهم من الأداء، سيما وأنهم يشاركون مع أصحاب الإنجاز العالي من لاعبي العالم. وجهت اللجنة الأولمبية كي تضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير أداء اللاعبين ليتمكنوا من انتزاع بطاقات التأهل إلى دورة لندن الأولمبية، والحمد لله حصل 5 من أبطال الأردن عليها، ونتوقع أن يزداد العدد على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية. إلى لبنان، كشفت جريدة المستقبل أن منتخب لبنان الكرة الشاطئية خاض مباراتين وديتين أمام المنتخب السوري ضمن استعداده لبطولة آسيا مشاركة لاعب مصري يدعى أحمد جرادي. الجريدة أكدت أن المباراتين وديتان، ولكنها تساءلت هل يحق للاعب أجنبي أو عربي أو آسيوي مهما كانت جنسيته أن يمثل المنتخب اللبناني من دون أن يحمل الهوية اللبنانية. كيف قبل اتحاد كرة القدم إشراك لاعب أجنبي باسم لبنان؟ وهل بات تمثيل الوطن هزليا إلى هذه الدرجة؟ ثم ما هي الأهمية المتوخاة والمنتظرة من لعبة كرة القدم الشاطئية حتى يرتكب الاتحاد من أجلها مخالفة صارخة وفضيحة مدوية بهذا الحجم؟ تكرار المخالفة يؤكد أن الاتحاد اتخذ قراره بهذه الفضيحة عن سبق إصرار وترصد لسبب واحد ووحيد، وهو أن رئيسه هاشم حيدر يسعى لتحقيق إنجازات مزيفة باسم الوطن.
ولو عن طريق إشراك لاعبين غير لبنانيين مع المنتخبات الوطنية. المطلوب وقف تلك المهازل فورا واحترام فانيلات المنتخبات اللبنانية والحفاظ على قدسية الجنسية اللبنانية بعيدا عن توزيعها لمصالح شخصية باطنة. اعترف الأمريكي بوب برادلي مدرب المنتخب المصري بأن التجربة العراقية جاءت كما توقع صعبة وقوية. برادلي قال أن المواجهة أمام العراق والتي انتهت سلبية كانت بمثابة اختبار لمدى تقدم مستوى الفراعنة وتقبل اللاعبين لفكرة التكتيكي. التغييرات التي أجريتها في الشوط الثاني ربما يكون لها تأثير على حالة الهبوط في المستوى في الدقائق العشر الأخيرة، وذلك لأن اللاعبين لم يكونوا قد انسجموا سريعا مع باقي زملائهم. برنامج الإعداد الفترة المقبلة غير واضح المعالم، وذلك من منطلق توقف النشاط الكروي وعدم وجود مباريات وارتباط المنتخب الأولمبي ومعهم لاعبي الأهلي والزمالك وإنبي الذين يمثلون القوام الرئيسي للمنتخب بمباريات أفريقية. لذا فإنني لا أستطيع حسم هذه المسألة. المنتخب استفاد بصورة كبيرة من معسكر الإمارات والذي شهد ثلاث مباريات مختلفة المستوى، واستطاع الجهاز الفني تجريب جميع لاعبيه البالغ عددهم 24 لاعبا. إلى العراق، كاظم الطائي الكاتب في جريدة الصباح العراقية تحدث اليوم عن المباراة الودية الأخيرة التي خاضها المنتخب العراقي أمام نظيره المصري، مؤكدا أن هذه التجربة كانت مفيدة. الطائي طالب أيضا بإقامة مباريات بهذا الحجم بشكل دائم. التشكيلة التي زج بها المدرب البرازيلي زيكو في مباراتنا مع المنتخب المصري خضعت لاعتبارات عديدة، كان من بينها ثقته الواضحة ببعض المراكز التي أجاد فيها لاعبون في مهام سابقة، وبحث عن بدلاء جيدين يمكنهم التعويض في حالات الإصابة أو أي عارض آخر، وقدم هؤلاء بعض الاطمئنان حينما زج بهم في لقاء ساخن ومنحهم فرصة التأقلم التدريجي مع أجواء المباراة. تجربة اللقاء مع المنتخب المصري خلت بانطباعات عديدة، وهي تدعو إلى إقامة مباريات بهذا الحجم مع فرق متمرسة تغني رحلة أعدادنا وتضعها في الطريق الصحيح. عبد الله حارب المرشح لرئاسة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم حل ضيفا على جريدة البيان في حوار مطول تحدث خلاله عن برنامجه الانتخابي. حارب قال: زيارتي للأندية ليست زيارات انتخابية، وأخبرت إداراتها بأنني لم أتي إليهم برغبة طلب الدعم، وإنما زرتهم لتقديم برنامج العمل الخاص بي ولترى ما إذا البرنامج ما يخدم الرياضة. حارب قال أيضا: لو فاز السركال أنا سأكون أول من يهنئه، ولكن لولا الثقة التي أملكها لما دخلت الانتخابات. السركال ينطلق من مركزه الحالي كرئيس للجنة الانتقالية المؤقتة لاتحاد الكرة، وهذا أمر طبيعي حتى وإن ذهب إلى الأندية وحيدا فيبقى رئيس اللجنة الانتقالية للاتحاد، وعموما لا أستطيع الاحتجاج عليها، كما أن التقييم ليس بمن ذهب مع السركال، فهو شخص على رأس هرم إدارة الاتحاد حاليا، بينما عبد الله حارب خارج هذا الهرم. ولكن السؤال: هل هذه تحمل أفضلية للسركال؟ لندع إجابتها للشارع الرياضي. هل المطلوب رئيس للاتحاد يضع العمامة ويسير بالوضع الحالي، أم يأتي من يحاول التطوير ويقلب الهرم المقلوب أساسا ويعيده إلى وضعه الطبيعي؟ وبالتالي فإن الجديد في العلم والفكر وليس بالأشخاص، وأنا قدمت برنامجا يحمل فكرة جديدة للرياضة. الرميثي قام بعمل كبير غير وجهة كرة القدم الإماراتية، ولذا يجب أن يأخذ هذا الرجل حقه. إلى الجزائر، وزير الشباب والرياضة الجزائري الهاشمي جيار دافع عن دوره في محاربة العنف، وقال اللجنة تجتمع بصورة منتظمة لتفادي حدوث الشغب والعنف في الملاعب الجزائرية. جيار أشار إلى أن العنف ظاهرة عالمية ولا تخص الجزائر فقط، مذكرا بما حدث في بورسعيد، وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة لا يمكنها أن تحل محل الاتحاد ولا الأندية، وكانت مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ومولودية السعيدة في الدوري قد انتهت بأحداث شغب عنيفة.
العنف ظاهرة عالمية ولا تخص الجزائر فقط، وخير دليل على ذلك ما حدث في بورسعيد بمصر ومؤخرا في الدور المغربي. ومن المؤكد أن وزارة الشباب والرياضة لا يمكنها أن تحل محل الاتحاد ولا الأندية، فهما لهما الدور الأكبر في القضاء على هذه الظاهرة، ولا يمكن انتظار مفاجآت كبيرة بمناسبة مشاركة الجزائر في الألعاب الأولمبية القادمة بلندن. قررت إدارة نادي الشباب السعودي تعيين المدرب البلجيكي ميشيل برودو مديرا فنيا لجميع فئات النادي لكرة القدم من البراعم وحتى الفريق الأول، حيث سيتولى المهمة بداية الموسم المقبل. من جانب تحدث علي الصحن الكاتب في جريدة الجزيرة عن فوز الشباب بلقب دوري زين للمحترفين، وقال أن الليث يستحق التتويج لأنه كان الأفضل فنيا والأطول نفسا ويملك الأدوات اللازمة والكافية التي تجعله البطل. لقد أصبح الشباب فريقا خبيرا كبيرا متمرسا على الألقاب والمباريات الكبيرة، وأصبح يعرف كيف يتعامل مع أشد الظروف الصعوبة. الفريق كان يسير طوال الدوري بثبات رغم أنه كان يتأخر في التسجيل في بعض المباريات أو يتأخر عن الفريق الخصم في مباريات أخرى. وفي قراءة لمباراته الأخيرة والحاسمة أمام الأهلي نجد أن الليث الأبيض عرف كيف يتعامل معها ويدير لعبتها في البداية وقبل أن تنطلق الصافرة الأولى بأيام، وهو ما جعله في النهاية يتحكم في كل ظروف اللعبة داخل الميدان حتى الصافرة الأخيرة، لدرجة أن خصمه لم يستطع وهو يلعب على ملعبه ووسط أنصاره الوصول إلى مرماه إلا بهدف غير شرعي لا يسجل مثله إلا مرة كل 10 سنوات. محمد اللهوني الكاتب في جريدة الوفد المصرية أكد أن مجلس إدارة النادي الأهلي ورغم قبول بند 8 سنوات في اللائحة الجديدة لأنه لجأ إلى خطة مختلفة للهروب من هذا البند بتفعيل تحويل فريق الكرة إلى شركة مساهمة لإدارة شؤون الكرة. الكاتب أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق دوري المحترفين والذي يحتم تحول الأندية إلى شركات. الكاتب أكد أن نائب الرئيس الحالي محمود الخطيب سيكون بمثابة الرئيس التنفيذي لهذه الشركة. المعلومات الواردة من داخل مجلس الأهلي تؤكد تلقي القلعة الحمراء 4 عروض لتفعيل شركة كرة القدم بالتعاقد مع النادي الأهلي، ويفضل المجلس لبيع الفريق إلى هذه الشركة وتكوين مجلس إدارة جديد للشركة ليسمح بعودة أعضاء المجلس من الباب الخلفي بعد الإطاحة بهم بسبب بند 8 سنوات الذي يمنعهم من خوض الانتخابات القادمة. يراهن أعضاء مجلس الأهلي على تنصيب أحدهم في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وتم التكتل وراء ترشيح محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي لهذا المنصب خلال الفترة القادمة، وهو ما يحرم المجلس الجديد الذي سيتولى مقاليد الأمور في القلعة الحمراء من ميزة التحكم في شؤون الكرة. إلى الصحف العالمية، ونكسة ستانفورد بريدج تصيب برشلونة بالخيبة وتشيلسي يتقدم بهدف للا شيء. جولتنا العالمية نبدأها مع الجرائد البريطانية التي تغنت ورقصت عناوينها فرحا بفوز البلوز على البارسا بهدف نظيف سجله الفيل الأسرع في العالم ديدي دروغبا. روبرتو دي ماتيو المدير الفني المؤقت الذي قد لا يصبح مؤقتا فيما بعد لفريق تشيلسي خرج عقب الفوز المثير لفريق على البارسا بهدف دون مقابل في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، ليقول أن البلوز نجحوا في عبور التحدي الأكبر في تاريخهم الكروي. يبدو أن دي ماتيو قال ذلك لشعوره بأن تجاوز عقبة العملاق الكتالوني باتت ممكنا، وعلى الرغم من صعوبة المهمة في الكامب نو إيابا إلا أن البلوز فتحوا لأنفسهم بابا للأمل ونافذة للحلم للوصول النهائي أليانز أرينا الذي يترقبه الملايين. لا يمكنني أن أنسى الانتقادات القاسية التي تعرض لها غالبية نجوم تشيلسي وخاصة اللاعبين الكبار، قالوا عنهم إن علاقتهم بكرة القدم انتهت عمليا وأنهم لا يمكنهم خوض أكثر من مباراة كل أسبوع، ولكنهم قاموا بالرد عمليا في الملعب وأمام أفضل فريق في العالم. لقد كسبنا واحدا من أصعب التحديات في تاريخ البلوز
ونحن لم ندافع فقط كما يعتقد البعض، بل قدمنا مباراة متوازنة إلى حد كبير، وقمنا بتضييق المساحات عليهم في كل جزء من الملعب. ورغم سعادتي بالفوز والأداء، إلا أنني أحذر من خطورة البارسا على أرضه. نحن لم نتأهل بعد إلى النهائي، ولدينا مهمة شاقة في الكامب نو. جولتنا العالمية مستمرة مع الجرائد البريطانية. ديدي دروغبا نجم القمة الإنجليزية الإسبانية أكد بكل واقعية أنه بقية رفاقة لم يتمكنوا من لمس الكرة كثيرا، بل لم يتمكنوا من رؤيتها كثيرا على مدار 90 دقيقة، في إشارة منه إلى سيطرة البارسا على المباراة. ولكن نجوم الفريق اللندني فعلوا ما هو أهم وأكثر فائدة، حيث حققوا الفوز بهدف. وقيمة هذا الفوز أنه جاء دون رد من البارسا، مما يحافظ للبلوز على فرصهم في العبور نحو نهائي الأحلام. من الرائع جدا أن تحقق فوزا نظيفا ولا تسمح للمنافس بالتسجيل على ملعبك. سوف نذهب إلى الكامب نو بفكرة البحث عن تسجيل هدف على الأقل، وحينها سوف تتعزز فرصنا كثيرا في التأهل إلى النهائي. وللحق أقول إننا لم نلمس الكرة كثيرا ولم نشاهدها كثيرا، لكننا قدمنا مباراة كبيرة رغم سيطرة البارسا. إنها ليلة لا تنسى لجماهيرنا، حققنا فوزا رائعا على الرغم من أننا ظهرنا في صورة الفريق الذي يدافع غالبية أوقات المباراة. جولتنا العالمية مستمرة مع الجرائد البريطانية وبأقلامهم. ريتشارد ويليامز الكاتب بجريدة الجارديان البريطانية أشاد بأداء الفيل الإيفواري المتألق ديدي دروغبا، وقال إنه كان كلمة السر في الفوز الذي حقق البلوز على البارسا. كما أكد ويليامز في مقالة أن اعتماد ديماتيو على جيل العواجيز الذين لدغهم إنيستا عام 2009 كان خيارا عبقريا نظرا لتحفزهم للثأر واستعادة الكبرياء المفقود. دروغبا كان مجنونا وساحرا في آن واحد، وما فعله أمام البارسا في هذه الليلة التاريخية لا يمكن اختصاره في رغبته في الثأر لهزيمة 2009. صحيح أن الفيل الإيفواري تحديدا كان لديه ثأر خاص ومهمة لم تنتهي مع البارسا، نظرا لإيقافه أوروبيا 5 مباريات ومعاقبته بشدة على إثر تلاسنه الحاد مع أوفيربو حكم المباراة الشهيرة التي شهدت هزيمة البلوز في الوقت بدل الضائع. إلا أن ما فعله أمام العملاق الكتالوني يتجاوز كل هذه الأمور. لقد فعل كل شيء في كرة القدم، حيث قام بتهديد مرمى البارسا وسجل هدفا، وقام بمهام دفاعية، بل إنه ساهم في الحد من خطورة ميسي في بعض الأوقات. سقط على الأرض أكثر من مرة لقتل رغبة نجوم البارسا في الإسراع بالأداء، وأثبت أنه يستحق أن يفضله ديماتيو على توريس، رغم أن الأخير سجل 7 أهداف في البارسا حينما كان يلعب لأتلتيكو مدريد. جولتنا العالمية مستمرة ولكن مع الجرائد الإسبانية. جريدة سبورت الكتالونية وفي عنوان مثير اختصرت الهزيمة التي تعرض لها البارسا قائلة العارضة هي العدو الأول للبارسا في دوري الأبطال. وعرضت الجريدة إحصائية طريفة تؤكد أن ما حدث للنجم أليكسيس سانشيز والنجم بيدرو رودريغيز خلال موقعة ستانفورد بريدج لا يمكن اختصاره في سوء الحظ فقط، بل أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير. أيضا تمكن البارسا خلال مشواره الحالي في دوري الأبطال من تسجيل 33 هدفا في 10 مباريات، أي بنسبة 3 أهداف و3 أعشار هدف في كل مباراة، وهو المعدل التهديفي الأفضل بين جميع الأندية. ولكن هذا العدد كان مرشحا للوصول إلى 42 هدفا على الأقل، وذلك باحتساب الكرات التي اصطدمت بالعارضة أو القائمين والتي بلغ عددها 9 بالتمام والكمال. وبالأمس في ستانفورد بريدج حدث السيناريو الغريب في مناسبتين، حيث تصدت العارضة لكرة متقنة من سانشيز في بداية المباراة، وكان من الممكن جدا أن يتغير سيناريو المباراة بهذا الهدف الضائع. وفي نهاية المباراة تكرر المشهد بعينه حينما ضرب التسديدة بيدرو القائم الأيسر لتشيلسي.
المدهش في الأمر أن البارسا هو الأكثر ضربا للكرة في العارضة والقوائم في دوري الأبطال، فقد فعلها 9 مرات في 9 مباريات، والفريق الذي يليه في الترتيب فعلها 5 مرات فقط. جولتنا العالمية مستمرة، وغريب عجيب استياء ألماني والشعور بالخجل من حادثة سرقة أحذية نجوم الريال في أليانز أرينا، إلى حد أن شرطة ميونخ تعهدت بالعثور على السارق في أقرب وقت ممكن، حيث تفاعلت فصول القصة خلال الساعات الماضية. تفاصيل في غريب عجيب. أصدرت شرطة ميونخ بيانا رسميا أكدت خلاله أن التحقيقات والتحريات جارية الآن لحل لغز سرقة أحذية وملابس نجوم الريال من غرف الملابس بملعب أليانز أرينا. وما يثير الدهشة أن هذه الأشياء تمت سرقتها من غرفة ملابس الريال على الرغم من أنها مراقبة بالكاميرات، وهو الأمر الذي يحمل إساءة لملعب أليانز أرينا الذي يتأهب لاستضافة النهائي المرتقب لدور الأبطال في 19 من مايو المقبل. ولسوء حظ الألمان، فقد كان من بين المسروقات زوج من الأحذية يحمل علامة CR، أي كريستيانو رونالدو. ونظرا للشهرة الطاغية التي يحظى بها النجم البرتغالي، فقد أصبح العالم أجمع يعرف أن حذاء رونالدو تمت سرقته في ألمانيا. فضيحة كبيرة. كاريكاتير اليوم من جريدة ساد الدوحة، تابع سويا. ختاما نجدد لكم التحية واللقاء غدا إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، في أمان الله وحفظه.